شهد الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية الاحتفال الذي أقامته وزارة الداخلية صباح اليوم بمناسبة يوم شرطة البحرين، والذي يأتي متزامنا مع احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وذكرى مرور 25 عاما على تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله مقاليد الحكم. وكان في الاستقبال لدى وصول معاليه سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل نائب وزير الداخلية، وسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وعدد من المسؤولين والضباط بالوزارة. وفي بداية الاحتفال تم عزف سلام الفريق. سلام الفريق! سلام! قف! السلام عليكم، تفتيش طابور سين. ثم تفضل معالي وزير الداخلية بتفقد الطابور. ثم ألقى معالي وزير الداخلية كلمة بهذه المناسبة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكريم، الإخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني ويشرفني في هذا اليوم المبارك الأغر وبكل معاني الفخر والاعتزاز أن أرفع باسمكم أخلص التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، بمناسبة احتفال مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد.
وذكرى مرور 25 عاما على تولي سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم. وما يزيدنا فخرا أن تأتي مناسبة الاحتفال بيوم شرطة البحرين مع احتفالتنا الوطنية الغالية علينا، لنقرأ معا ما حظيت به شرطة البحرين من دعم وتمكين وحصاد إنجاز سنين خلال العهد الزاهر، وما حظينا به من اهتمام حكومي من أجل تطوير وتحسين الخدمات الشرطية في سبيل أن ينعم مجتمعنا بالرخاء والاستقرار. الأخوة الأعزاء، لقد شهدنا معا انطلاقة المشروع الإصلاحي الوطني الذي أرساه بإرادة ملكية وطنية حرة سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والذي رسخ الانفتاح السياسي وعزز قيم التسامح والثقة والاحترام الوطني وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين في مجتمع يسوده الأمن والأمان بمشاركة جميع أبنائه من أجل رفعة شأن الوطن وتقدمه وازدهاره. وقد أدركنا في حينها أيها الأخوة أهمية الحاجة إلى تطوير نهجنا الأمني لمواكبة تلك الطموحات الوطنية الكبرى، وبدأنا بمراجعة مفهومنا الشرطي وتحديد مسؤولياتنا الرئيسية، حيث باشرنا بتعديل الهياكل التنظيمية من أجل دفع عملية التطوير والتحديث، مع التركيز على بناء العنصر البشري وإعطاء الأولوية لإعداد القادة الأمنيين معززين بفكر شرطي متقدم علمياً وعملياً، واضعين في الاعتبار أهمية بناء الثقة مع المجتمع ليكون شريكاً في حفظ الأمن والنظام العام، وتوكلنا على الله نحو تحقيق تلك الخطط والبرامج الطموحة. يجمعنا القسم الذي أقسمناه والمهمة الوطنية التي نتشرف بحملها، حيث تجاوزنا معا وبحمد الله تحديات التحديث والتطوير والبناء وتحقيق المهام التي أوكلت إلينا بكل إخلاص ومهنية. واسمحوا لي هنا أن أحيي فيكم صدق عزيمتكم وأصالة حضوركم ونبل انتمائكم الوطني، فما حققناه من إنجاز كان بفضل تحليكم بروح الانضباطية العالية والالتزام المسؤول، فأنتم مصدر الثقة والعزم، ولكم مني أيها الأخوة الأعزاء خالص الشكر والتقدير والثناء. ضباطاً وضباط صف وأفراد ومدنيين في جميع المواقع والميادين، والشكر موصول إلى أهاليكم الذين تحملوا مسؤولية انشغالكم المستمر. كما يسعدني أن أهني أبناؤكم بكم، فأنتم خير قدوة لهم، ويبقى الشكر واجباً وحاضراً للمواطنين المخلصين المعتزين بوطنه والمحافظين على أمنه وهويته. أيها الأخوة، الشهادة إيثار والتضحية إقدام، وإننا في يوم شرطة البحرين نترحم معاً على أرواح شهدائنا الأبرار وما قدموه من تضحيات في ميادين الحق والرجولة، فهم مصدر إلهامنا وفخرنا واعتزازنا على الدوام. أيها الأخوة الأعزاء، إننا اليوم نعمل على استشراف تحدياتنا المستقبلية لتحديد طبيعة مسؤولياتنا وواجباتنا القادمة، عاقدين العزم لتصحيح كل ما من شأنه أن يؤثر على تماسكنا الوطني
ليبقى الوطن آمناً قوياً متماسكاً عزة وسيادة بقيادة سيدي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا وقد قدمت الفصائل المشاركة في طابور العرض استعراضاً ميدانياً للمهارات العملية أظهرت خلاله كفاءة وانضباطاً متميزة. كما لقي العرض الذي قدمه الفصيل الصامت تقديرا كبيرا لما اتسم به من جاهزية ودقة في الأداء. Thank you.
وفي يوم شرطة البحرين الذي يعد مناسبة وطنية لاستذكار العطاء في أروع صوره والإخلاص في أرقى معانيه، تفضل معالي وزير الداخلية بتكريم عدد من الحاصلين على جوائز ومراكز متقدمة على المستوى العربي، وكذلك من تمكنوا من تحقيق إنجازات رياضية متميزة على المستويين المحلي والدولي، متمنيا معاليه للجميع التوفيق والسداد في خدمة الوطن.